رب يسلم الفترة اللي جاية لازم نلتزم وبنكرر دايما رسالتنا بكل الاحتياطات الوقائية والإجراءات الاحترازية. سلامتك مهمة جدا، سلامتك طبعا. مش ليك بس، سلامتك لبيتك ولكل اللي بتحبهم ولأسرتك وكل اللي حواليك. فيا رب كده الأمور إن شاء الله الأيام اللي جاية الكيرف يقل شوية أو منحنى الإصابات يا رب. يا محمد والله في الحقيقة الأرقام بتخلينا نقلق، فما نقلق لازم نزيد احتياطاتنا، لازم ناخد بالنا من اللي حوالينا، لازم نزيد الاجراءات دي. يعني الاجراءات واحنا بنعملها بهذا الشكل لا، في زياده في الاعداد، 720 حاله رقم مفزع، ومش عايزين نوصل للألف وما يتعدى. ربنا يسلمنا ويسترها علينا جميعا يا رب. طيب نروح مع حضراتكم بقى للفقره اليوميه، الرساله الدعويه شهناز. متعودين دايما في ايام رمضان المباركه كلها في كل يوم في صباحنا مصري بنقدم لحضراتكم رساله دعويه مختلفه. المره دي هتكون مع الشيخ السيد عبد القادر امام مسجد عمرو بن العاص، هيتكلم عن التقرب الى الله تعالى بتلاوه القران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعطى الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه. يا رب بالهادي البشير محمد وبدينه العالي على الأديان، ثبت على الإيمان قلبي واهدني للحق وانصرني على الشيطان. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم المتجدد صباحنا مصري. الله تبارك وتعالى يقول في كتابه وهو أصدق القائلين: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل تكلم به حقيقة على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، وما أنزل الله عز وجل كتابا أعظم ولا أجل من القرآن. أنزل الله عز وجل القرآن للناس ليدبروا آياته، قال ربنا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. القرآن الكريم من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. رسولنا صلى الله عليه وسلم أمرنا بقراءة القرآن وأرشدنا إلى الأجر على قراءة القرآن، فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أيضا رسولنا صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن نقرأ القرآن حتى ننال شفاعة القرآن، قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة، هو المعجزة التي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، لا يناله تحريف ولا تغيير ولا تبديل، لأن الذي أنزل القرآن هو الذي تكفل بحفظ القرآن، فقال رب العالمين تبارك وتعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولله در القائل: قل للبلاغة أنصتي لبياني، لا قول بعد بلاغة القرآن، ما الفكر ما الفصحى وما أربابها عبر الدنا وعلى مدى الأزمان، ما الكون كل الكون من إنس ومن جن، إذا اجتمعوا هنا في آن لم يستطيعوا أن يصوغوا كلهم آيا كآي الذكر والتبيان، لا سفر في طول البلاد وعرضها إلا ونالته يد العدوان، إلا كتاب الله فهو مبرأ يحمي حماه بارئ الأكوان. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن ينفعنا وأن يرفعنا بالقرآن الكريم، وأن يهدينا بالآيات والذكر الحكيم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.